انت اعلنت قبل كده انك انت تتبرع ببيتك لصالح الدولة، هل هذا الكلام كان كلام صحيح ولا كان كلام الاستهلاك الاعلامي؟ طب وليه استهلاك؟ هو يعني اولا انا قلت، وطالما قلت يبقى خلاص، يبقى لازم يتم ده. حقيقي ان البيت النهارده انا شايفه في مكان نائي بعيد، وبالتجربه حسيت انه لو متحف فهيهمل، ما حدش هيروحه. لذلك انا اثرت ان يكون المتحف ينتقل الى وسط البلد، ولا زلت بقول ان المتحف بكل مقتنياته سوف يكون يعني ملك للجميع. انا متبرع بيه. يعني هتبيع بيتك اللي موجود في الجيزة وهتعمل متحف اخر؟ اوريدي عملته فين؟ في وسط البلد. في وسط البلد. المتحف ده هيكون اهداء للدولة؟ هو انا طبعا يعني اهداء للدولة، في شك اهداء لل 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 جزء من وزارة الثقافة، اللي هي في وزارة الثقافة نفسها. ونفسي برضو اعمل فاونديشن، مؤسسة بتحمل الاسم المتحف، وفي نفس الوقت تبقى بتتعامل مع الدولة عشان اضمن ان المتحف يسير في الاتجاه الصحيح، لان في جزء ضخم من يعني الماليات هتبقى موجودة في البنك كي تصرف على المتحف.